السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس العلم، صلى الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. نحن في ليلة الخميس، ليلة 20 من رجب، سنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة الأول من شهر فبراير لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 43 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع المجلس 52، وما زلنا مع مناسك الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب أركان الحج. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث طواف الإفاضة، الرابع السعي بين الصفا والمروة. نعم. أركان الحج: الركن هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الركن يلزم، إذا وجد الركن وجد العمل، وإذا لم يوجد الركن لم يوجد العمل. وأركان الحج لا يصح الحج بدونها. أركان الحج لا يصح الحج بدونها، لا ينعقد، لا يكتمل الحج، ولا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عجزا، ما تسقط أركان الحج، بخلاف أركان الصلاة. أركان الصلاة تسقط عند العجز. قال الله تبارك وتعالى، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وجاءه رجل لا يحسن قراءة الفاتحة فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فركن القيام سقط بالعجز، وركن الفاتحة سقط بالعجز، وكذلك باقي أركان الصلاة تسقط بالعجز، كالتشهد مثلا أو السجود أو الركوع. أركان الحج لا تسقط حتى بالعجز، يا يصح الحج يا ما يصح الحج، أبدا لا تسقط. حتى لو عجز الإنسان عن أركان الحج يقول: ما استطعت أن أطوف، نقول: لم يكتمل حجك. عجزت عن السعي، لا يكتمل حجك. ما استطعت أن أحرم، نسيت، ما يكتمل حجك، ما يصح حجك. ما منعوني من الوقوف في عرفات، ما يصح حجك. إذن أركان الحج لا تسقط، لا جهلا ولا عمدا ولا نسيانا ولا إكراها ولا عجزا ولا شيء، لا تسقط أركان الحج الأربعة. قال: أولها الإحرام. والإحرام قبل الحج، يعني هو بداية الدخول في النسك. الإحرام مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، هل تصح الصلاة بدونها؟ لا تصح. كذلك إذا لم يحرم الإنسان بالحج، لم ينوي الحج، وإنما ذهب إلى عرفات يعني بدون إحرام، ولا أقصد بدون إحرام بدون لبس إحرام، لا، بدون قوله ونيته أنه دخل في نسك الحج، إنه لا يصح حجه. ما نوى ولا قصد الحج ولا شيء ولا كذا، ما يصح حجه، لابد من الإحرام. ومن لم يحرم لم يصح حجه. كذلك الوقوف بعرفة، إذا فات الحج، يعني إنسان وصل إلى مكة يوم العيد، أمس عرفة، ما لحق على عرفة، فاته، يقول فاته عرفة، ما يصح حجه، لأنه فاته الحج، فلا يصح الحج. فركن الحج لا يسقط، فيقال له الفوات أو فات عليه عرفة فلا يصح حجه. وكذلك الأمر بالنسبة للطواف وبالنسبة للسعي. نعم. أول وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل للوقوف، ولو كان مارا بها أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه، لا إن كان سكران أو مجنون أو مغمى عليه. نعم. أول وقت عرفة مختلف فيه، وآخر وقت عرفة متفق عليه، يعني بالإجماع
لا ينتهي وقت عرفة إلا بفجر يوم العيد، لا ينتهي وقت عرفة إلا إذا طلع فجر يوم العيد يوم العاشر. هذا باتفاق أهل العلم، لا خلاف بينهم أن وقت عرفة يستمر إلى فجر يوم العيد، لكن اختلفوا في بداية الوقت، متى يبدأ وقت عرفة؟ جمهور أهل العلم على أن وقت عرفة يبدأ بعد زوال شمس يوم التاسع، يعني الظهر، بعد أذان الظهر يوم التاسع يبدأ وقت عرفة. والحنابلة على المشهور في المذهب أنه يبدأ وقت عرفة من الفجر، من فجر يوم عرفة، من فجر يوم التاسع. والجمهور يبدأ بعد الظهر وليس بعد الفجر. وهناك رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن تيمية أنها بعد الظهر، يعني موافقة للجمهور، وهذا هو الصحيح أن وقت عرفة يبدأ بعد الظهر. ما فائدة هذا الخلاف؟ فائدة هذا الخلاف أنه لو أن إنسانا ذهب إلى عرفة، يعني سواء ذهب إليها ليلة عرفة أو صباح عرفة، جلس إلى التاسع صباحا إلى العاشر صباحا ثم ذهب إلى مزدلفة، جمهور أهل العلم يقول لا يصح حجه، لأنه لم يقف بعرفة في وقتها، هذا ما هو وقت عرفة. وعند الحنابلة يصح حجه لأنه وقف بالنهار في يوم عرفة. هذه زبدة الخلاف، من وقف نهارا قبل الزوال وخرج كذلك قبل الزوال يصح حجه عند الحنابلة ولا يصح حجه عند الجمهور، وهو الصحيح أنه لا يصح الحج حتى يعني يجلس في عرفة إلى ما بعد الزوال أقل شيء، بعد الزوال يخرج، هذا اسمه ترك واجب، لكن خروج قبل الزوال على مذهب أحمد يصح الحج، وعلى قول الجمهور ورواية عن أحمد لا يصح الحج، إذ لا يبدأ الوقت إلا بعد زوال شمس يوم عرفة. قال: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة، يعني صحيح أن الإنسان يقف في عرفة ويجلس ويدعو وكذا وكذا، لكن مسائل الفقه لا تتكلم عن القلوب والإيمانيات وينبغي، لا يتكلم عن صح وغير صحيح. فيقول: من مر بعرفة لو مرورا مر بعرفة حجه صحيح، المهم مر بعد الزوال حجه صحيح. لو وصل إلى عرفة مثلا الضحى ونام استيقظ العصر وانطلق من عرفة حجه صحيح، لكن هو ما يتكلم عن الأفضل الدعاء وجمع الصلاتين هناك، لا، هم يتكلمون صح حج صحيح وحج غير صحيح. وإذا قال: فمن حصل في هذا الوقت، أي من الفجر إلى الفجر على مذهب الحنابلة، أو من الظهر إلى الفجر على مذهب الجمهور، قال: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو من أهل الوقوف، من أهل الوقوف يعني مسلم عاقل مميز، يعني أما إذا كان غير مسلم ما يصح حجه، كان غير مميز ما يصح حجه، المجنون لا يصح حجه، طيب السكران لا يصح حجه، المغمى عليه لا يصح حجه، كل هؤلاء. طيب قال: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل للوقوف ولو كان مارا بها نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، يعني حتى لو كانت المرأة حائض أو نفساء يصح، عائشة وقفت وهي حائض، أسماء بنت عميس احتمال كبير أنها أيضا وقفت وهي حائض، لأن نفساء يعني ولدت في ذلك قبل الحج بأيام، كذلك لو كان نائما، كذلك لو مارا مرورا، بس المهم مر على عرفة في وقت الوقوف. يقول: وهو أهل للوقوف ولو كان مارا بها أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه. ثم استثنى وقال: لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه. لماذا؟ إن هؤلاء ليسوا من أهل العبادة، لأن العقل غير موجود، النائم توقظه يستيقظ عقله معه، لكن المجنون والمغمى عليه لو تستيقظ ما يقوم معك، السكران كذلك، فهؤلاء ليسوا أهلا للوقوف يقولون، فاختلف الوضع. نعم. أول وقت الطواف من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف، ولا حد لآخره، وأفضله يوم النحر. نعم، بعد أن تكلم عن وقت عرفة تكلم عن وقت الطواف،
يعني متى يصح الإنسان أن يطوف؟ قال من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. الناس الآن متى يخرجون من عرفة؟ بعد المغرب، بعد غروب شمس يوم التاسع الناس يخرجون من عرفة إلى مزدلفة، يبقون في مزدلفة الأفضل إلى الفجر، بل إلى ما بعد الفجر، ويخرجون من مزدلفة قبيل الشروق، قبل شروق الشمس يخرجون من مزدلفة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الإنسان عجلا أو نساء يخفن من الزحام أو أطفال أو مرضى أو غير ذلك، يسألك سؤال يقول متى يجوز لي أن أخرج من مزدلفة لأطوف؟ متى يجوز لي أن أخرج من مزدلفة لأطوف؟ أريد أن أطوف قبل الزحام. متى يبدأ الطواف؟ قالوا يبدأ الطواف بعد انتصاف الليل، لأن مزدلفة كما سيأتينا من واجبات الحج، فلو الإنسان ما وقف في مزدلفة خرج من عرفة إلى الطواف، خرج من عرفة إلى الطواف مباشرة إلى الحرم ليطوف. قالوا ما في مشكلة، بس ما يطوف قبل منتصف الليل، أهم شيء ما يطوف قبل منتصف الليل، لا يصح الطواف قبل منتصف الليل. كيف نحسب منتصف الليل؟ من أذان المغرب إلى أذان الفجر تقسم على اثنين، هذا يختلف من صيف إلى شتاء، يختلف من صيف إلى شتاء، شوف متى يؤذن المغرب متى يؤذن الفجر تقسم على اثنين، هذا هو منتصف الليل. قد يصل أحيانا 11:15، قد يصل 12:00، قد يصل 12:00 وقليل، يعني بحسب يعني متى يكون الحج في الصيف أو في الشتاء. فالمهم لا يصح الطواف حتى لو واحد خرج من مزدلفة مثلا 9:00 ليلا، هذا يقينا ما يصير منتصف الليل، لا يروح يطوف، لا انتظر عند الحرم حتى ينتصف الليل ثم ابدأ بالطواف. فإذا لا يبدأ الطواف إلا بعد انتصاف الليل. قال من نصف ليلة النحر لمن وقف. افرض واحد ما وقف في عرفة، أنا قلنا عرفة يبدأ من الظهر إلى الفجر أو من الفجر إلى الفجر، صحيح؟ طيب لو واحد ما راح عرفة الساعة 1:00 بالليل مثلا، ليلة النحر ليلة العيد، ما ذهب إلى الآن إلى عرفة، يصح له أن يذهب إلى عرفة؟ يصح. وقت عرفة يستمر إلى الفجر، قلنا وقت عرفة يستمر إلى الفجر، فهو إلى الآن ما راح. قال تدري الحين أطوف قبل الزحمة ثم بعد ذلك أذهب إلى عرفة أيضا ما في زحمة. نقول لا، الطواف طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج، طواف الزيارة، الطواف الأكبر لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، ما يصلح حتى يكون طاف في عرفة. وإذا قال المؤلف لمن وقف وإلا فبعد الوقوف، قال ولا حد لآخره. الآن قلنا متى يجوز لك أن تبدأ بالطواف؟ قلنا بعد منتصف ليلة النحر، بعد منتصف ليلة العيد يجوز لك أن تطوف. قال طيب ماشي، إذا بتأخر متى آخر وقت لي؟ قل إلى أن تدفن، إلى أن تموت، لا حد لآخره، لا حد لآخره. يعني لو إنسان في هذه السنة مثلا ذهب إلى الحج ولظرف ما مثلا وقف بعرفة ثم ذهب إلى مزدلفة وبات بها ثم لم يذهب إلى الطواف، أخر الطواف، في ناس أخر الطواف، أخر الطواف ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه وذهب بعد ذلك إلى ميناء وبات بها، يبي يخلي طواف الإفاضة مع طواف الوداع مثلا، ثم في آخر يوم جاءه ظرف طارئ، مريض، تعب، لظرف رجع إلى بلده، إذا الآن ما طاف، هل انتهى حج؟ ما انتهى حجه، هل بطل حجه؟ ما بطل حجه، ماذا عليه؟ نقول أنت محرم إلى أن تطوف، أنت محرم إلى أن تطوف. تذكرون لما تكلمنا عن التحلل الأول والتحلل الأصغر، التحلل الأول اللي هو التحلل الأصغر إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأصغر، ويتحلل التحلل الأكبر إذا رمى وحلق وطاف، هذا ما طاف، إذن يتحلل التحلل الأصغر، يبقى عليه التحلل الأكبر. يقول أنا عندي ظرف الآن مضطر إني أرجع إلى بلدي، قلنا ماشي بس الحج معلق ما يصح. قال يصير أرجع بعد شهر وطوف؟ نقول يصير،
بس ارجع اطوف، بس ترجع اطوف. قال زين يصير ارجع بعد شهرين؟ يصير. يصير بعد سنه؟ يصير. يصير بعد 7 سنوات؟ يصير. واذا قلنا اركان الحج ايش؟ لا تسقط ولا يتم الحج حتى ياتي بها. لكن يقول يصير بعد اسبوع اي عرفه؟ نقول لا، لان عرفه وقتها ايش؟ يفوت. وقت عرفه يفوت، لكن وقت السعي وقت الطواف لا يفوت. فلو طاف بعد 2 أو 3 أو 10 أو 20 صح حجه. وإذا قال لا نهاية لوقت، لا حد لآخره، لا حد لآخر وقت الطواف. ولكن لا شك السنة كما قال، وأفضله يوم النحر، أفضل الطواف يوم النحر. لأن النبي متى طاف صلى الله عليه وسلم؟ النبي خرج من عرفة إلى مزدلفة بات بها، وقبيل الشروق خرج من مزدلفة ثم ذهب ورمى وحلق صلى الله عليه وسلم ونحر هديه، ثم رجع إلى منى فتطيب وتجمل صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب وطاف في يوم النحر في يوم العيد. هذا الأفضل، الإنسان يطوف يوم العيد. لكن نقول لمن فاته لأي ظرف من الظروف حجه معلق حتى يذهب ويطوف، لكن يصح حجه في النهاية. لو طاف بعد سنة صح حجه، لا يقال له عليك حجة ثانية، لا، الحج يبقى معلق. لماذا؟ بقي ركن من أركان الحج وهو الطواف، فلا حد لآخر الطواف. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: واجبات الحج 7. الأول الإحرام من الميقات. نعم، واجبات الحج أيضا تختلف عن واجبات الصلاة، انتبهوا لا تخلطوا بين الحج والصلاة. أركان الصلاة قلنا تسقط عند العجز، أركان الحج لا تسقط أبدا، عكس واجبات الحج واجبات الصلاة. واجبات الحج تسقط، مو تسقط يعني يصح الحج ولو تركها عامدا، واجبات الصلاة لا تصح الصلاة إن تركها عامدا، تصح إذا تركها سهوا. أما إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة عامدا ما تصح صلاته. يعني واحد تصور صلى المغرب وما جلس التشهد الأول، فلما سلم من الصلاة قلنا له نسيت التشهد الأول ما جلست، قال لا ما نسيت، ها قال لا تركته. قلنا لماذا تركته؟ قال واجب، واجبات الحج تسقط حتى لو تركتها عندك. قلنا لا، الصلاة تختلف، الصلاة تختلف. فواجبات الصلاة إن تركها عامدا بطلت الصلاة، واجبات الحج لا يبطل الحج بتركها ولو عامدا، ولو عامدا. نأتي الآن الواجبات واحد واحد. الإحرام من الميقات، لو أحرم الإنسان بعد الميقات صح حجه وعليه دم، ترك واجب يسمى دم لتركه، حتى لو كان متعمدا، حتى لو كان متعمدا طاف بعد أو أحرم بعد الميقات. الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا. الآن قلنا عرفة يبدأ على مذهب الحنابلة من الفجر إلى الفجر، وعلى مذهب الجمهور من الظهر إلى الفجر. طيب لمن وقف نهارا، واحد وصل عرفة مثلا في الصباح وجلس إلى الظهر والعصر، صلى الظهر والعصر الساعة 3 عصرا خرج من عرفات، نقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ نقول الوقوف إلى المغرب، الوقوف إلى المغرب. قال يعني حجي مو صحيح؟ لا، حجك صحيح لكن تركت واجبا، يجب عليك أن تبقى إلى الغروب. قال لا، أنا ما أحب الزحمة، أريد أن أخرج مبكرا أحصل مكان في مزدلفة، وخرج. نقول الحج صحيح لكنه ترك واجبا، وهو خروجه من عرفة قبل الغروب. الواجب في عرفات أن تبقى إلى الغروب، لكن من خرج قبل غروب الشمس يكون ترك واجبا من واجبات الحج، ولكن لا يؤثر في صحة الحج. ماذا عليه؟ عليه دم، لأنه ترك واجب من واجبات الحج. الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. نعم. الثالث المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى ما بعد نصف الليل. كذلك إنسان مزدلفة بعد عرفة، إنسان خرج من عرفات إلى الطواف، يعني جلس في عرفة إلى الساعة 12 ليلا، إلى 1 ليلا، ثم خرج من عرفات إلى
الحرم ما دخل مزدلفة ولا مر بها ولا حول مزدلفة، حجه صحيح. نقول لماذا؟ ترك واجبا أو ذهب إلى مزدلفة بعد غروب الشمس وخرج منها مبكرا قبل انتصاف الليل، نقول ترك واجبا. وقد عرفتم حكم ترك الواجب. نعم. الرابع، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. المبيت بمنى له صورتان، الصورة الأولى قبل عرفة، الصورة الثانية بعد عرفة. المبيت بمنى قبل عرفة اللي هو يوم التروية ليلة عرفة، هذه السنة بالإجماع كما نقل النووي رحمه الله وغيره أنه يستحب أن يبات في منى ليلة عرفة اللي هو يوم التروية. يوم التروية النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة، ذهب إلى منى صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام فيها وصلى فيها الفجر، وبعد الشروق انطلق إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة بالإجماع. أما المبيت بمنى بعد عرفة وبعد مزدلفة وبعد الطواف والتحلل وكذا، المبيت بمنى ليالي التشريق هذا واجب. والمبيت بمنى ليالي التشريق ثلاث ليالي، السنة أن يبيت ثلاث ليالي، ويجوز أن يبيت ليلتين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. النبي بات ثلاث ليالي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز الإنسان يكتفي بليلتين، وأكثر الحجاج اليوم يكتفون بليلتين، فيبيت ليلتين على الأقل، هذا واجب من واجبات الحج. نعم. الخامس، رمي الجمار الثلاث مرتبة. نعم، رمي الجمار أيضا نوعان، في رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، وفي رمي الجمار في أيام التشريق الصغرى والوسطى والكبرى، هذه كلها واجبة، سواء رمي الجمرة التي الكبرى فقط اللي هو يوم العيد، أو رمي الجمار في أيام التشريق الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في أيام التشريق، يرمي الجمار يومين واجب. نعم. السادس، الحلق أو التقصير. كذلك الحلق أو التقصير واجب في الحج، لو إنسان ما حلق ولا قصر حجه صحيح، حجه صحيح، لكن لا يتحلل التحلل الأكبر حتى يحلق أو يقصر من شعره، لأنه يجب أن يفعل ثلاثة أشياء، قلنا الطواف والحلق والرمي، رمي جمرة العقبة الكبرى، فإن لم يحلق يصح حجه لكن يبقى محرما حتى يحلق أو يقصر من شعره. نعم. السابع، طواف الوداع. طواف الوداع عند جماهير العلم أيضا واجب من واجبات الحج، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذه الواجبات السبع، يلا عيدوها لنا، الواجب مو لازم بالترتيب، يلا أعطونا الواجبات. الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب، وليس الوقوف بعرفة ركن، الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، الحلق أو التقصير، ها؟ لحظة، المبيت بمنى ليالي التشريق، رمي الجمار، طواف الوداع، ستة أنا عندي، المبيت بمزدلفة، هذه من القوي يعطينا السبعة كلها، من يعطينا السبعة؟ ها؟ السبعة؟ إذا ما قلتم ضل واقف لنهاية الدرس، كيفك؟ إيه كما تثاب تعاقب. هنا يلا، الحلقة والتقصير، الحلقة والتقصير، مبيت بمنى لا التشريق، إيه مبيت مزدلفة، طواف الوداع، إيه أول واحدة، أغيثوني لا تقرأ لا ما مو قبول تغش يلا من يعطينا السبعة الواجبات. بسم الله يلا، الإحرام شنو؟
من الميقات إلى الغروب لمن وقف نهارا. إيه نبيت مزدلفة متى؟ لا التشريق وليس التروية. إيه رمي الجمار حلق التقصير طواف الوداع صحيح. إذن هذه واجبات الحج، من تركها عامدا صح حجه مع الإثم ويلزمه دم، ومن تركها ناسيا أيضا صح حجه وعليه دم. هذه ناسي متعمد يسوي، لكن يختلفان في الإثم، الناسي والمتعمد يختلفان في الإثم، لكن الحج صحيح على كل حال. نعم أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: سنن الحج أربعة. الأول المبيت من ليلة عرفة، الثاني طواف القدوم للمفرد والقارن، الثالث الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، الرابع الاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع. هو المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ما أراد أن يتوسع، وإلا سنن الحج يعني كثيرة جدا، كل أعمال الحج ما لم تكن من الأركان أو الواجبات فهي من السنن، مثل الشرب من ماء زمزم، مثل الدعاء بعد رمي جمرة العقبة الأولى والثانية، مثل المشي السريع في بين العلمين في السعي، أشياء كثيرة جدا من سنن الحج، الحلق يبدأ باليمين قبل اليسار، سنن كثيرة جدا حقيقة في الحج في الحج والعمر على كل حال. لكن المؤلف ذكر أهمها فيما يرى رحمه الله تبارك وتعالى، فقال المبيت بمنى ليلة عرفة هذه سنة، طواف القدوم للمفرد والقارن، لأن المفرد والقارن عليهما طواف واحد، المفرد والقارن، لأن المفرد بس حج والقارن أدخل الحج بالعمرة، فيلزمهما طواف واحد وسعي واحد. قال الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، الرمل هو المشي السريع قريب من الجري في الأشواط الثلاثة الأولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة. الاضطباع لا يكون إلا في أول طواف، إذا بالعمرة طواف العمرة، إذا في الحج سيأتينا الإذن في الحج لكن محتاجين نقولها الآن، كم مرة الإنسان يطوف البيت في الحج؟ أربع مرات في الحج، تطوف أربع مرات إن شئت يعني ليس واجب. هناك طواف العمرة، الطواف مع العمرة، زين عندك طواف القدوم بالنسبة للجميع، بالنسبة للمتمتع يسمى طواف العمرة، وبالنسبة للقارن والمفرد طواف القدوم، هذا هو الواحد. الثاني طواف الحج، طواف الحج اللي هو الركن اللي بعد عرفة، وهذا أهمها. الثالث طواف الوداع، إذا غادرت أردت أن تغادر مكة، وهذا فقط لغير أهل مكة، أهل مكة ما يطوفون طواف الوداع لأنه لن يوادعوا جالسين، إنه طواف الوداع لغير أهل مكة وطواف الوداع. هذا الرابع هو طواف النافلة، واحد جالس كذا كذا ورح يطوف ثوبه بدون ما يحرم بدون كذا، بس يطوف أسبوعا، الأسبوع يعني سبع أشواط، يطوف ويصلي ركعتين، متى ما تيسر له ذهب وطاف. يمكن الحين ما تستقيم الأمور لأن الآن زحام شديد الله المستعان، لكن في السابق كان الواحد جالس يروح يطوف سبع أشواط كذا، هذا طواف نافلة، طواف نافلة. فهذه طوافات التي يطوفها الإنسان لا يطبع إلا في أول طواف فقط، أول طواف بعد إحرامه هو الذي يطبع فيه. فلو فرضنا أن القارن والمفرد جاء وطاف طواف القدوم ما يتحللون، إذا جاء بعد عرفة ما يطبع، ما يحتاج أن يطبع. طواف الوداع ما في اطباع، اطباع اللي هو إخراج الكتف الأيمن، طواف الوداع ما في اطباع، في ثيابك تطوف طواف الوداع. طواف النافلة أيضا بدون اطباع، فالاطباع والرمل هذا خاص بأول طواف بعد إحرامك. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: أركان العمرة ثلاثة: الأول الإحرام، الثاني الطواف، الثالث السعي. واجبات العمرة اثنان: الأول الإحرام بها من الحل، الثاني الحلق أو التقصير. نعم، العمرة أسهل من الحج. العمرة أركانها ثلاثة وسننها أو واجباتها اثنان. العمرة أركانها ثلاثة وسنن وواجباتها اثنان. أركان العمرة الإحرام، لابد من الإحرام، ثم الطواف والسعي فقط، هذه العمرة. أما واجبات العمرة فهي الحلق أو التقصير والإحرام من الميقات. قبله لا بأس، لكن بعده ما يجوز. لو تلاحظون ما ذكر طواف الوداع، صحيح؟ لأن العمرة ما فيها طواف وداع. طواف الوداع خاص بالحج، طواف الوداع خاص بالحج، العمرة ما فيها طواف وداع. فإذا أركان العمرة ثلاثة: الإحرام وهي نية الدخول في النسك، والطواف والسعي فقط. طيب الحلق، هذا واجب وليس ركنا، هذا واجب وليس ركنا. الإحرام من الميقات واجب، ما يصلح الإنسان يحرم قبل بعد الميقات. قبل يجوز، لكن بعد ما يجوز، بعد الميقات. طيب من كان من أهل مكة يريد أن يعتمر، يقول يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل، يخرج من حدود الحرم، يخرج من حدود الحرم ثم يحرم من هناك. ليس بالضرورة أن يذهب إلى الميقات، وإنما إلى الحل، وهو أن يخرج من حدود الحرم فيحرم من هناك. هذا بالنسبة لواجبات العمرة. إذن العمرة أمرها يسير، ثلاثة أركان وواجبان. نعم. فمن ترك ركنا من الحج أو العمرة بطل حجه وعمرته، ومن ترك واجبا منهما فعليه دم، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. يعني الكلام هذا ليس على إطلاقه. يقول فمن ترك ركنا من الحج أو العمرة بطل حجه وعمرته، يعني ما نقول بطل، نقول تعلق، لا يصح حتى يأتي به، لأن الحج لا يبطل إلا بالردة. مر بنا أنه لا يبطل الحج إلا بالردة، ويفسد بالجماع قبل التحلل الأول، والعمرة كذلك. العمرة كذلك، الحج لا يبطل إلا إذا ارتد الإنسان عن دين الله تبارك وتعالى، هنا بطل حجه. أما إذا ترك ركنا لا يقال بطل حجه، وإنما يقال لم يصح حجه حتى يأتي به. فإذا كان هذا الركن عرفة فاته الحج، وإن كان هذا الركن الإحرام لم ينعقد حجه أصلا، وإذا كان هذا الركن الطواف أو السعي نقول تعلق حجه حتى يأتي به، تعلق حجه حتى يأتي به. فبطل حجه شوي فيها يعني العبارة غير دقيقة. قال وعمرته، وكذلك العمرة، العمرة تفسد إذا جامع قبل التحلل منها، والعمرة معروف طواف وسعي وإحرام. فإذا أحرم، إذا ما أحرم بالعمرة يعني لم ينوي العمرة، لم تنعقد أصلا عمرته، حتى نقول بطلت، هي ما انعقدت أصلا، ما دخل في العمرة. إذا طاف ولم يسعى نقول لا يصح، لا تصح عمرته، لكن لا نقول بطلت. لو جامع بين الطواف والسعي، يعني طاف ثم تعب أو مل أو زحام أو انشغل، ذهب إلى الفندق ريح شوي، قال أسعى العصر، ثم جامع أهله قبل أن يسعى، تفسد عمرته ولا تبطل، وإنما يقال فسدت، تفسد عمرته ولا يقال بطلت عمرته. قال ومن ترك واجبا منهما، أي من واجبات الحج أو العمرة، فعليه دم، كما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. دم وإثم، من ترك واجبا متعمدا فعليه دم وعليه إثم، لكن من ترك واجبا عاجزا عنه أو ناسيا عليه دم وليس عليه إثم. نعم. نعم،
يقول من ترك واجبين أو ثلاثة في الحج كل واجب له دم، فيكون عليه يذبح شاة لهذا الواجب وشاة لهذا الواجب وشاة لهذا الواجب. إيه نعم. الأول وبعدين أربعة الاطباع في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع، ما ذكر الرمل كذا 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 الرمل مع الاطباع ما ذكرتني يعني. إيه قد يكون صحيح. نعم. مر بنا هذا، أنت أول مرة تجي ما تذكره. إيه نعم. قلنا من حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم رجع الإسلام لا يلزمه أن يحج مرة ثانية، لا يلزمه من حج ثم ارتد ثم رجع الإسلام لا يلزمه أن يحج مرة ثانية، تكفيه الحجة الأولى والله أعلم. أبو داود على الذي يترك الواجبات، يعني واحد مثلا قصدك يعني طاف وسعى ثم انصرف. اي نعم. فالذي طاف وسعى ثم انصرف ترك الرمي ايام التشريق وترك المبيت ليالي التشريق وترك طواف الوداع، ترك ثلاث واجبات يلزمه مع الاثم ثلاث شياه، لكل دم ترك لكل واجب تركه عليه دم. قلنا الواجبات سبعة، هو أحرم من الميقات، وقف في عرفة إلى غروب الشمس، وقف في مزدلفة، حلق أو قصر، سوى أربع واجبات وترك ثلاث واجبات، كل واجب عليه دم. هنا الهدي الدم شات، الهدي هو شات أو بقرة أو بعير حسب الذي يقدمه الإنسان، هذا الهدي. والهدي نوعان، في هدي شكران وهدي جبران، هدي شكر وهدي جبر. جبر هدي الشكر للمتمتع والقارن، يهدي يحمد الله أن وفقه في سفرة واحدة إلى حج وعمرة، فيهدي هدي شكران ويستحب له أن يأكل منه، وذهب بعض أهل العلم أنه يجب عليه أن يأكل منه. والثاني هدي جبران، وهو الذي يترك واجبا أو يفعل محظورا أو كذا فيجب عليه دم، فهذا لا يجوز له أن يأكل منه، وإنما يكون لفقراء مكة. أي نعم. نعم. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للواجبات الحج إذا كان متعمدا عليه دم، إذا كان ناسيا أو جاهلا عليه دم. أي نعم. واحد نسي أن يحرم من الميقات حتى تجاوزه، نقول إما أن ترجع وتحرم من الميقات وإما أن يكون عليك دم. واحد نسي أن مثلا أن يقف في مزدلفة، من عرفة ذهب مباشرة إلى رمي الجمار أو إلى الحرم، فنقول عليك دم. يقول نسيت، نقول عليك دم. من ترك واجبا عليه دم حتى لو مكره. هنا لكن بعض أهل العلم يعني يرى أن خاصة طواف الوداع بالذات أن أحيانا يضيق المكان ويضيق الوقت. أنا أذكر سنة من السنوات حجينا، فطواف الوداع كان يعني شيء غير طبيعي، زحام غير، في ناس تطوف خارج الحرم خارج الشارع تطوف من الزحام، وامتلأ الحرم بأهله تماما. في مثل هذه الحالة إنسان يعني خلاص، بعضهم يقول سقط عنه الواجب، سقط عنه الواجب، خاصة أن طواف الوداع بعض أهل العلم كالإمام مالك يرى أنه سنة وليس واجبا، والجمهور يرون أنه واجب. فبعضهم يرى أنه يقول في مثل هذه الحالة يقول سقط عنه هذا الواجب لعجزه عنه، وبعضهم يقول يسقط عنه الإثم لكن يلزمه الدم، الله أعلم. نعم. نعم.
واضح. من لم يستطع المبيت بمنى لضيق المكان، لم يجد مكان، يبيت في أقرب مكان من ميناء مهيأ، إذا كان غير مهيأ يبيت في بيته وليس عليه شيء. والمبيت في ميناء أيضا يعني بعض أهل العلم يرى أنه مستحب، كأبي حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن المبيت في ميناء مستحب. فإذا عجز الإنسان عن المبيت بميناء لضيق المكان أو منع من ذلك فالظاهر والله العلم لا شيء عليه. لكن جزاك الله خير نبهت إلى مسألة، وهي أن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى سئل عن رجل بات في ميناء بعد يعني عرفة، بات ليلة وترك ليلة، هما ليلتان الواجب أن يبيت ليلتي، فبات ليلة وترك ليلة، فسئل الإمام أحمد عليه دم؟ فقال دم، وحرك يده كأنه يستكثرها، يعني هذا الإنسان ما ترك الواجب وأيضا ما أدى الواجب كله، وإنما أدى إيش؟ بعض الواجب أو نصف الواجب، بات ليلة وفوت ليلة. فقال دم؟ قالوا فماذا عليه؟ قال يطعم، يعني يتصدق لكن لا يلزمه دم، وإنما يتصدق لأنه أدى جزءا من الواجب. وقس عليه رمي الجمار، لو رمى يومين وترك يوما مثلا، أو رمى ستا وترك واحدة، كذلك هذا لا يقال إنه يعني ترك الواجب كله، وإنما يتصدق ومع صحة حجه، والله أعلم. نعم. نفس الشيء، عليه دم. من أحرم بعد الميقات بحج أو عمرة عليه دم، إلا إذا رجع مرة ثانية وأحرم إلى الميقات. الأظهر والله أعلم أنه إذا رجع أنه لا يلزمه دم طالما أنه رجع ولم يحرم، ما زال لم يحرم، لكن إذا أحرم خلاص رجوعه وعدم رجوعه سواء، عليه يلزمه الدم طالما أنه أحرم بعد الميقات. وهذا يحدث اللي ينامون في الطيارة، الذين يسافرون في الطيارة الحج أو العمرة ثم يقول نمت وقت الإحرام، ما أحرمت، ما انتبهت إلا قالوا تجاوزنا الميقات، عليه أن يرجع إلى الميقات أو يكون عليه دم لأنه سيحرم بعد الميقات. نعم. نعم. في العمرة أي تفسد عمرته، يروح مرة ثانية مسجد عائشة ويحرم من جديد ويكمل. لكن هنا أصبر، جزاك الله خير نبهتنا، قالوا تفسد عمرته ويكمل فاسدها، كما أن الذي يجامع أهله قبل التحلل الأول في الحج فإنه يفسد حجه ويكمله، كذلك هذا إذا جامع بين الطواف والسعي في العمرة فإنه تفسد عمرته لكن يسعى، ثم بعد ذلك إذا أراد عمرة بدلها يذهب إلى المسجد عائشة أو إلى غيره ويخرج خارج حدود الحرم ثم يحرم من جديد ويأتي بعمرة ثانية. واضح؟ هنا الهدي، الهدي يبدأ بعد يعني يوم العيد يبدأ الهدي ويستمر إلى آخر ثالث أيام التشريق، إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق. وعلى المذهب أنه ينتهي بثاني أيام التشريق، غروب شمس ثاني أيام التشريق، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يستمر إلى ثالث أيام التشريق، والله أعلم، يعني الثاني وثالث ورابع العيد. نعم. كيف؟ شوي. لا بد أن يكون شنو؟ ما فهمت. يعني غير الحج والعمرة؟ إيه. مخير. إيه.
الذي يريد أن يحلق شعره يحلق، والذي يريد أن يقصر يقصر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فالتقصير جائز، ولكن الحلق أفضل في الحج أو العمرة، إلا المتمتع. الحاج متمتعا لأنه يتحلل ثم يحرم بعد أيام، فهذا الأفضل له أن يقصر حتى يمكنه أن يحلق بعد يومين أو ثلاثة. أي نعم. نعم. الذي يريد عمرة ثانية نعم لازم يخرج خارج حدود الحرم، وليس خارج حدود مكة، وإنما خارج حدود الحرم، يخرج من حدود الحرم المكي، سواء يذهب إلى أضاه أو إلى الحديبية أو الجعرانة أو عرفة أو التنعيم، لهم يخرج خارج حدود الحرم ليحرم من جديد. نعم. نعم. تركت أكثر من واجب؟ إيه؟ إيه؟ لا ما ينحسب. نعم، يقول: تركت واجبا ثم ذبحت بعيرا، البعير عن سبع شياه. إذا حاط ببالك قال بذبح الحين بعير وبعدين بترك أربع ست واجبات، بعد ذبح بعير بعد ما يجوز، هذا لعب. أما إذا كان لا قصده ذبح بعير من باب الندم على ترك هذا الواجب، ثم بعد ذلك وقع له أن ترك واجبا آخر لا يغنيه البعير، يذبح شات مرة ثانية. أي نعم. نعم. هكذا يعبر أهل العلم أن بطلان الحج المرتد يبطل حجه ويطرد من مكة، يروح بيتهم يعني يتحلل، بينما الذي فسد حجه يكمله، ما يتحلل، يكمل فاسده، يمضي في فاسده. فهذا الفرق، الفرق أن المرتد خلاص يتحلل ويخرج، أما غير ذلك من أتى أهله قبل التحلل الأول فيفسد حجه لكن يكمله، هذا الفرق بينهما، هذا يكمل هذا لا يكمل. لا، سؤال واحد فقط. نعم. اي طبعا طبعا، الواجب اول ليلة يبيت ليلتين، الثالثة سنة. الواجب ان يبيت الليلة الاولى والثانية، الثالثة سنة، فما يصير يحط الثالثة بدل الثانية. الليلة الأولى وإيش؟ إيه ما يصير، لأن هذا واجب هذه سنة، الليلة الثالثة سنة، بينما الليلة الأولى والثانية واجب، فما يجوز يحط سنة مكان واجب، ما يصلح أبدا. سألت يا حسب الأصل في الهدي لمن ترك واجبا أن يكون لأهل مكة، هذا الهدي لأهل مكة. أما من ذبح الهدي مقابل مثلا الحصر، أحصر ما استطاع يدخل مكة، يذبح في المكان الذي أحصر فيه، مثلا صاد صيدا في الحرم يذبح في المكان الذي صاد فيه. فحسب في الأصل في الهدي أنه لأهل مكة، لكن لو كان في الحصار أو في هذا في المكان الذي فعل فيه أو ترك فيه هذا الأمر. نعم. لا، يقول: هل من السنة الإنسان يعتمر أكثر من عمره في سفرة واحدة هكذا؟ لا، ليس من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها، مع أنه هاجر من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، واعتمر في السنة السادسة فمنع، حصر صلى الله عليه وسلم، ثم اعتمر في السنة السابعة
ولم ينقل عنه اعتمر مرتين أو ثلاث مع شوقه لمكة صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة لم ينقل عن أحد منهم أنه اعتمر أكثر من عمره في سفرة واحدة، وإنما ذكر أهل العلم هذا يعني لفعل عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في الأصل متمتعة ثم صارت مفردة لأنها لم تستطع أن تطوف للحيض، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد الحج، أن تعتمر بعد الحج. ولذلك يسميها أهل العلم عمرة الحائض، يسمونها عمرة الحائض. فالأفضل لا، الإنسان ما يعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة، وإنما يعتمر عمرة واحدة فقط. لكن لو فعلها العمرة صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن الذي لم يفعلها اتباعا للسنة أفضل إن شاء الله تعالى، وأجره أعظم إن شاء الله تعالى. وبعضهم يقول لا، أنا بعمرة حق والدتي، يعني حقها والدتي علي، تخلي العمرة الأولى لها، ليش تعتمد حق نفسك أو شيء، خلي السفرة كلها لها، يعني قل لا حساف أنا رايح يعني والدته لها ليس النصيب كله، لا يريد أن يعتمر عن والده ووالده، يجعل السفر كله لوالده، وهو له أجر البر، وله أجر قراءة القرآن، وله أجر طواف النافلة، له أجر الدعاء، له أجر كذا، لكن العمرة يعتبر عمرة واحدة. هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.